السلام عليكم ورحمة الله، معكم زهير إيتن حندات، عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، عضو اللجنة التحضيرية لتأسيس مكتب الشبيبة العاملة للتعليم بمراكش. اليوم تنتواجدوا على هامش المؤتمر التأسيسي لشبيبة الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش. الحضور اليوم كان متميز، كان جد متشرف، كان حضور مكتف للنساء ورجال التعليم لإنجاح هذا المحطة اللي تنعتبروها احنا نقلة نوعية ومتميزة وإضافة للعمل الجمعوي وكذلك الاهتمام بالناحية الاجتماعية للنساء ورجال التعليم. إذا العمل نقى بمراكش عمل جد متميز، تعرف دينامية وكيعرف واحد التطور كبير خصوصا على مستوى الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش. تنتصدوا دائما لمختلف القضايا وتندفعوا على مختلف القضايا ديال النساء ورجال التعليم. صدرنا عدة بيانات، كنا في عدة لقاءات. تفاعل الوزارة مع رجال التعليم انه واحد التفاعل باهت لا يلبي الاحتياجات وتطلعات نساء ورجال التعليم. جميع الفئات هي تغلي متضررة جدا، كل فئة إلا وتتنادي بتلبية المطالب المشروعة ديالها. كنلاحظوا بأن الحكومة هذه كاين هناك واحد التراجع خطير على مستوى المكتسبات وحتى الملفات العالقة، فكذلك كاين هناك زنزانة 10 مثلا، كاين أساتذة الأطر الأكاديميات. ابتسام ثقفي، نائبة الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. هي المحطة ديال اليوم كانت عندها واحد الضرورية نظرة الراهنية اللي كنشوفوا الآن ديال مجموعة من القضايا في المجتمع ديالنا في ظل هذه الأوضاع اللي كيعرفها المغرب، في ظل التراجعات ديال المكتسبات ديال جميع يعني ديال الطبقة العاملة. كان ضروري ان تكون عندنا واحد تنظيم موازي اللي هو الشبيبه العامله بقطاع التعليم. اذا كما ذكرت قبل قليل بان احنا كجامعه وطنيه للتعليم كنقابه مستقله منضويه تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يعني كنحاولوا اننا نحلوا مجموعه من المشاكل اللي كتخبط فيها قطاع التعليم على المستوى المحلي والجهوي والوطني. كما كتعرفوا كاين مجموعه من المشاكل على مستوى كاين اطر الاكاديميه، كنشوفوا الساحه كتغلي مجموعه من الوقفات النضاليه في ظل صمت رهيب للوزاره وعدم تلبيتها لأبسط متطلبات الوظيفه العموميه او التعليم بالخصوص. كما ذكرت بان الشبيبه العامله كقطاع موازي جاء ليكمل ما تقوم به النقابة من جانب اجتماعي. نعم، إذا لحد الآن مازال ما كاينش واحد الرغبة قوية لإصلاح التعليم على الصعيد الوطني. من طرف كنشوفوا تماطل ديال الوزارة في تحقيق متطلبات مجموعة من الفئات، جميع الفئات خارجين في الساحة كما كتشوفوا كيناديو بتحسين الوضعية ديالهم لا الإدارية ولا المالية في ظل صمت رهيب وتماطل ديال الوزارة.